بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، سبق أن عرفنا طرفا من الحديث حول علم أسباب النزول، واليوم إن شاء الله تعالى نتأمل أحد علوم القرآن الكريم، ألا وهو علم إعجاز القرآن الكريم. والإعجاز مصدر الفعل أعجز، وأعجز كلمة معناها أبان العجز، أو بمعنى غلب. أعجز فلان فلانا، أي غلبه وأبان عجزه في أمر معين. والإعجاز القرآني علم من علوم القرآن الكريم، تحدث فيه كثير من أهل العلم، وتحدثوا عن أنواع الإعجاز، وبينوا وجوه إعجاز القرآن الكريم، أي الأمور التي يعد القرآن الكريم معجزا من ناحيتها. والإعجاز يتعلق به أيضا المعجزة، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله. هذا الأمر الخارق للعادة مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة. المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه أو رسول من رسله. هذا الأمر الخارق للعادة مقرون بالتحدي، أي يتحدى به، بمعنى أنه يطلب من الناس أن يأتوا بمثله لبيان عجزهم ولبيان عدم استطاعتهم. مقرون بالتحدي سالم من المعارضة، أي لا يستطيع أحد أن يعارضه أو أن يأتي بمثله. والقرآن الكريم به آيات تشير إلى هذا، ومنها قوله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقوله ولن تفعلوا هذا احتراس، فإن لم تفعلوا والجواب أي جواب الشرط فاتقوا النار، ثم جاء هذا الاحتراس ليفيد أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بعشر سور أو بسورة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هذه الآيات تبين عجز الناس جميعا في كل عصر في كل مكان، بل عجز الإنس والجن على السواء عن أن يأتوا بمثل القرآن، أو عن أن يأتوا بعشر سور
أو عن أن يأتوا بصورة واحدة. والمعجزات الحسية كثيرة، وقد أمد الله عز وجل الأنبياء بالمعجزات، والمعجزات هي الحجج والبراهين والأدلة على صدق رسالتهم. والمعجزات الحسية التي أمد الله عز وجل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة متنوعة، منها على سبيل المثال تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة تسبيحه، ومنها حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم عندما تركه وخطب عند المنبر، ومنها تكفير الطعام القليل وتكفير الماء القليل، ومنها ما ذكره بعضهم من رد عين قتادة بن النعمان، وقد حسن بعضهم هذا الأمر، ومنها انبعاث رائحة المسك منه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله بين عينيه، قال: طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. ومنها لين كفه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت ريحا ولا عرفا أطيب من ريح أو عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض المعجزات الحسية، يدخل فيها أيضا إخباره عن بعض الأمور الغيبية، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإخباره عن بعض الأمور الغيبية يدل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. فأخبر عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، وكل ما أخبر عنه من علامات الساعة ووقع وقع بنفس الوصف وبنفس الكيفية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم فهو المعجزة الأولى والباقية والرئيسة التي أمد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن معجز من نواح كثيرة، كل سورة فيه فيها إعجاز، وكل آية فيه فيها إعجاز، بل كل كلمة كل حرف من نواح مختلفة متعددة. وقد ذكر أهل العلم كثيرا من أوجه أو وجوه إعجاز القرآن الكريم، ولكن ذكر بعضهم شيئا يتعلق بالصرفة، فقالوا إن من وجوه الإعجاز الصرفة. ما المراد بالصرفة؟ وأقولها ربما يقرأ بعضكم هذا الأمر. الصرفة أي صرف العرب عن الإتيان بمثله، صرفهم، يعني إذا أراد واحد أن يكتب شيئا كالقرآن يصرف، يعني لا يرى نفسه تميل إلى هذا الأمر. كما ذكر بعض المؤرخين أن أبا العلاء المعري وابن المقفع وأبا الطيب المتنبي قد اجتمعوا في مكان واحد وأرادوا أن يعارضوا القرآن، أي أن يكتبوا شيئا كالقرآن، فأحضروا الأقلام والأوراق واختلفوا من الذي يكتب أولا، بأي شيء يبدأون، كيف يكتبون. انتهى تفكيرهم إلى أن مزقوا الأوراق وكسروا الأقلام ولم يكتبوا شيئا، وهذا ما يسمى بالصرفة. ولذلك عندما حاول مسيلمة الكذاب الذي كان يطلق على نفسه رحمن اليمامة
أن يكتب شيئا كالقرآن، وكان يتبعه ألوف مؤلفة من الناس وهم للأسف يعلمون أنه كذاب. ولكن سبحان الله، فكان يرغي ويزبد أحيانا أن يخرج الزبل أو يخرج الريق أي اللعاب من فيه، وكانوا يقولون له أين الوحي الذي يأتيك، فيقول لهم انتظروا سيأتيني الوحي. فكان يهدي ببعض الكلمات، عندما كان يقولها كانوا ينهالون أو ينهال بعضهم عليه ضربا ويقوله أما إنك لكذاب حقا. وكان مما قال مثلا إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر، أو إنا أعطيناك اللحلاح فصل لربك وارتاح إن شانئك هو العجل النطاح. يعني إذا سمعت واحدا يقول كلاما كهذا لا تحكم عليه إلا بالسفه والانحطاط في العقل والفكر. وهكذا القرآن الكريم عندما قال بعضهم إن من وجوه الإعجاز الصرفة، لم يرضي هذا الوجه بعض أهل العلم، فقالوا هذا الوجه غير مقبول، لأن معناه أن الله عز وجل صرف العرب عن أن يأتوا بمثله، فلو أنه لم يصرفهم لأتوا بمثل القرآن، ولذلك رفض بعضهم هذا الوجه. لكن هذا الأمر لا يعنينا، إنما هناك وجوه أخرى كثيرة تبين عجز الإنس والجن على السواء عن أن يأتوا بمثل القرآن. من هذه الوجوه إخبار القرآن عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أخبرنا عن الغيب الماضي، الغيب الماضي أي ما حدث قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا عن قصة آدم وعن سكناه الجنة، وأخبرنا عن قصة إبليس ووسوسته لآدم عليه السلام، وأخبرنا عن خروج إبليس من الجنة وهبوطه إلى الأرض، وأخبرنا عن قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أخبرنا عن قصة نوح عليه السلام وعن الطوفان الذي حدث في عهده. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وأخبرنا عن قصة ابن نوح عليه السلام، حيث قال الله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأخبرنا أيضا عن حديث نوح عليه السلام لربه سبحانه وتعالى في شأن ابنه، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إلى آخر الآيات. أخبرنا القرآن الكريم عن قصص الأنبياء السابقين، عن قصة إبراهيم عليه السلام في أكثر من سورة، بل سمى القرآن الكريم سورة باسم هذا النبي وهي سورة إبراهيم. وأخبرنا عن قصة إسماعيل وعن قضية الذبح وفريناه بذبح عظيم. وأخبرنا القرآن الكريم عن قصة موسى عليه السلام، وقد كثر ذكرها في القرآن في مواضع كثيرة مختلفة متعددة متنوعة، فأخبرنا عن قصته مع بني إسرائيل مع اليهود، وبين لنا حقيقتهم وطبائعهم وصفاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وجوانحهم وميولهم. أخبرنا القرآن الكريم عن قصة البقرة كما جاء في سورة البقرة. وأخبرنا أيضا عن قصة هارون الذي بعث في زمن موسى عليه السلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقال الله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وأخبرنا عما حدث عندما ذهب موسى عليه السلام لتلقي ألواح التوراة،
ثم عاد فرأى من تركهم من بني إسرائيل قد صنعوا عجلا يعبدونه من دون الله عز وجل، فأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا كله غيب ماض. أخبرنا عن قصة فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام، وعن ادعائه الربوبية وادعائه الألوهية، فقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي نكال المقولة الآخرة والمقولة الأولى. المقولة الآخرة هي قوله: أنا ربكم الأعلى، والمقولة الأولى هي قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ثم أخبر القرآن عن غرق فرعون، وهذا أيضا غيب ماضي. قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أخبرنا القرآن الكريم عن قصص أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام. أخبرنا أيضا عن قصة داود عليه السلام، وأخبرنا عن قصة عيسى عليه السلام وعما حدث له مع بني إسرائيل، وعن أنه قد بشر قومه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى في شأن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. هذا بعض ما أخبر عنه القرآن الكريم من الغيب الماضي. أخبرنا عن بعض الأمم السابقة كقوم عاد وقوم ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط، وأخبرنا عن بعض السابقين من الناس، فأخبرنا عن ذي القرنين وعن لقمان الحكيم، وأخبرنا عن فرعون إلى غير ذلك من الغيب الماضي الذي لولا أن القرآن الكريم أخبرنا ما عرفنا شيئا عن ذلك. فهذا غيب الماضي، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإخبار القرآن بهذا الغيب وبهذا الأسلوب وبهذه الطريقة دليل واضح بين ظاهر على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، وهو وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. أخبرنا عن الغيب الحاضر، والغيب الحاضر هو ما يحدث في وقتك وفي زمنك وأنت لا تراه، بحيث إذا رأيته أو سمعت به صار خارجا عن نطاق الغيب. يعني مثلا نحن الآن نجلس في هذا المسجد، وحول المسجد شوارع يمشي فيها بعض الناس، نحن لا نعرف من الذي يمشي في هذا الشارع أو في ذاك أو ذلك. إذن هذا بالنسبة لنا غيب، غيب حاضر ليس ماضيا وليس مستقبلا. لو أنك نظرت من النافذة فرأيت من يمشي، خرج هذا الغيب عن نطاق الغيب. أو جاء واحد وأخبرك إن الذي يمشي في هذا المكان فلان وفلان وفلان، فهذا أيضا خارج عن نطاق الغيب. القرآن الكريم أخبر عن غيب حاضر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا لما ذهب بعض اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلقوا عليه السام أو للاستهزاء والسخرية، وهذا دأبهم وهذه طباعهم. فلما ذهبوا لإلقاء السام، والسام أي الهلاك والموت، وكانوا أيضا يقولون راعنا، وراعنا عندهم تستعمل في الاستهزاء والسخرية والتنقيص. ولذلك قال الله تعالى ناهيا المؤمنين عن استعمال هذه الجملة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فلما ذهب اليهود ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك، قال بعضهم في نفسه ماذا
لو كان هذا الرجل نبيا حقا وأنزل الله علينا العذاب من السماء. يعني واحد فكر في نفسه وقال لو كان هذا الرجل نبيا حقا وهم قرأوا صفاته في كتبهم وعرفوا دليل صدقه، ولذلك قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وعبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن رأاه أسلم، دخل الإسلام، وقال والله ما هذا الوجه بوجه كذاب أبدا، وأعلن إسلامه. فقال بعض اليهود في نفسه، وهذا قول نفسي، يعني يمكن أن يقال مثلا فلان يقول في نفسه، يقول في نفسه يعني يتحرك في ذهنه وقلبه كلام لما يتحرك به اللسان. فالكلام أنواع، هناك الكلام بمعنى الإشارة، الكلام بمعنى الإشارة، وهناك الكلام في النفس، وهناك الكلام بتحريك اللسان، وهذا مبحثه في علوم اللغة. قال الله تعالى في شأن هؤلاء اليهود ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. إذن أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان يدور في نفوس بعض اليهود من كلام لم تتحرك به ألسنتهم، فهذا غيب حاضر. وهذا أيضا حدث في بعض الغزوات، يخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور التي تحدث، فمثلا عندما أو يأتي الوحي من الله سبحانه وتعالى أو ينزل عليه جبريل فيأمره مثلا بالذهاب من المكان كما في شأن غزوة بني النضير. إذا الغيب الحاضر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الغيب المستقبل، أي ما يحدث في المستقبل. يقول الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني إذا أخبر نبي من الأنبياء بأمر من أمور الغيب فهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، لا يخبر من نفسه أو بذاته إنما بوحي من الله عز وجل. أخبرنا القرآن الكريم عن الغيب المستقبل، فأخبرنا عن يوم القيامة وعن ما يحدث فيها أو عن بعض علامات الساعة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهذا من علامات الساعة الكبرى. وأيضا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالقرآن أخبرنا عن أمور غيبية في المستقبل، منها أيضا ما حدث في شأن هذه الحرب بين الفرس والروم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إذن أخبر القرآن الكريم عن حرب ستقع وسينتصر فيها الروم على الفرس، أخبر القرآن عن هذه الحرب قبل وقوعها. وهكذا إذا رأيت آية تبتلئ بحرف السين التي تفيد الاستقبال فيها إخبار عن غيب يحدث في المستقبل. يقول الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب، ويقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكذلك سوف ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فأخبر القرآن الكريم عن الغيب المستقبلي، أخبر عما يحدث في يوم القيامة من أهوال وأحداث جسام من تطاير الصحف، وأخبر عن الجنة وعما فيها من نعيم، وعن النار وعما فيها من عذاب وجحيم. كل هذا غيب مستقبلي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أخبر نبي من الأنبياء بأمر من هذه الأمور فإنما هو بوحي،
بل إن الله تعالى قال إلا من ارتضى من رسول، أي ليس أي رسول، يعني إلا رسولا يرتضيه الله سبحانه وتعالى، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإخبار القرآن عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل هذا إعجاز، فمن الذي يستطيع أن يخبر بنفسه عن غيب ماض أو حاضر أو مستقبل؟ لا أحد، فلا يعلم الغيب ملك مقرب إلا بوحي من الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إنسان من الأناسي، ولا يعلم الغيب جني من الجن. إذن الجني لا يعلم الغيب الماضي ولا يعلم الغيب الحاضر إلا إذا رأى أو أخبر، ولا يعلم الغيب المستقبلي. وهذه من القضايا المهمة أو القضايا الشائكة عند بعض الناس، فأحيانا بعض الناس يعتقد أن الجن يعلم الغيب المستقبلي، أو أحيانا بعض الناس يعتقد أن بعض الناس يعلمون الغيب المستقبلي من العرافين والدجالين والكذابين. والأحاديث الصحيحة في هذا الشأن في أنه من أتى عرافا أو ساحرا لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن العراف هو الذي يدعي علم الغيب، العراف يقول لك سيحدث لك كذا وكذا، وينظر في يدك ويسألك عن اسمك واسم أمك. وأذكر أني ألقيت تقريبا حوالي 10 محاضرات في هذا الأمر بعنوان السحر وخطره على الفرد والأمة، منها محاضرة خاصة بعلامات الساحر وهي تزيد على 30 علامة. وللأسف الشديد يعني أحيانا بعض الناس في المساجد يعني أو في نفس المسجد كانوا يتغيرون عندما يسمعون هذه العلامات، حتى إن بعضهم يعني قال تكفي هذه العلامات يكفي، ويعني كان لا يريد أن أسترسل في ذكر العلامات لأنها متحققة في كثير من الناس، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذه قضية في منتهى الخطورة، قضية السحر والدجل والشعوذة وانجراف كثير من الناس في هذا المسلك الخطير الذي يودي بصاحبه إلى الهلاك. فأحيانا يأتي بعضهم فيزعم ويدعي أشياء غريبة وعجيبة. من أحد الناس هنا في بلادنا يقول لبعض السذج إنني لا أتعامل مع الجن إنما أتعامل مع الملائكة، ثم هو يجلس معهم ويقول أخونا جبريل ينزل، أخونا ميكائيل يخرج، أخونا إسرافيل ينتظر، والناس يصدقون أنه يأمر الملائكة بالنزول وبالصعود وبالخروج. والله تبارك وتعالى بين في كتابه الكريم أنه لا يتحرك ملك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام يا أخي يا جبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزل قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذن الملك لا يتحرك حركة ولا يخطو خطوة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى من يزعم ويدعي أنه يأمر الملائكة بالنزول أو بالخروج أو بالصعود أو بالانتظار. لا يعلم الغيب ملك مقرب إلا بوحي من الله عز وجل، ولا يعلم الغيب إنسان من الأناسي، لا يعلم الغيب جني من الجن. الجني لا يعلم الغيب الماضي ولا الحاضر إلا إذا رأى أخبر، ولا المستقبل. والقرآن أشار إلى هذا، ومن ذلك قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر. وخر هنا لها معنيان، خر بمعنى مات أو بمعنى سقط، بمعنى مات فلما خر أي مات، أو فلما خر أي سقط.
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه الآية تدل على أن الجن لا يعلمون الغيب الماضي، لأن المراد بكلمة الغيب هنا المدة الزمنية التي كان سليمان عليه السلام يجلس فيها على الكرسي وهو ميت، وقد اختلف في هذه المدة كم يوما كم أسبوعا، قيل شهر قيل هي شهر كامل كان يجلس على الكرسي وهو ميت ولم تعلم الجن أنه قد مات. وهذا يعني ربما لم يذكر تفصيل موت نبي في القرآن كنبي الله سليمان لبيان هذا الأمر. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأنهم مسخرون لسليمان عليه السلام. ويقول الله تعالى في سورة الجن: وأنا لا ندري، أي نحن لا نعلم، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والمعنى نحن لا ندري ولا نعلم، والكلام عن الجن. نحن لا ندري ولا نعلم هل سيحدث لأهل الأرض خير قدره الله أو سيحدث لهم شر قدره الله. إذن لا يعلمون ماذا سيحدث لأهل الأرض، فنفوا عن أنفسهم هنا علم الغيب أو الغيب المستقبلي. أما الغيب الحاضر فهم كالإنس، إذا رأى أو أخبر غيب الحاضر فهذا الغيب يخرج عن نطاق الغيب. وهكذا أخبر القرآن الكريم عن الغيب الحاضر والماضي والمستقبل، وهذا وجه عظيم من وجوه إعجاز القرآن الكريم. ننظر في وجه آخر من وجوه إعجاز القرآن الكريم، ألا وهو شدة تأثيره في النفوس. وهذا وجه عجيب، شدة تأثيره في النفوس، فيقرأه العربي فيتأثر لسماعه أي القرآن، ويقرأه الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية فيتأثر أيضا لسماعه. يقرأه العربي فيتأثر لسماعه، ويقرأه الأعجمي فيتأثر. ولكن لا تنظر إلى بعض الذين يسمعون القرآن ولا يتأثرون، فهؤلاء كأن على قلوبهم غشاوة، كأن الله تعالى ختم على سمعهم وعلى أبصارهم، فهم لا يسمعون ولا يبصرون. أما لو أن العربي الذي يعي القرآن ويعرف أنه كلام الله عز وجل، لو أنه قرأ القرآن أو سمعه يتأثر به. وإذا كان الأعجمي الصيني أو الكوري أو الياباني أو الماليزي أو البنغالي مثلا أو الفلبيني المسلم، عندما يقرأ القرآن أو يسمعه تراه يتأثر ويبكي. ويعني قد رأيت حالات كثيرة يعني من شتى الجنسيات المختلفة، فباكستاني لا يعرف اللغة العربية إذا ما قرأ القرآن بكى وانهمرت الدموع من عينيه. فإذا ما سألته لما تبكي، فبعضهم يقول لأنني أقرأ كلام الله ولا جواب عنده إلا هذا، لما تبكي وأنت لا تعرف معاني الكلمات؟ فيقول لأنني أقرأ كلام الله. وإذا سألت واحدا آخر مثلا ماليزيا أو بروناويا فهو يقرأ ويبكي، أو من إندونيسيا، وقلت له لما تبكي؟ يقول لك لأنني أتمنى أن أعرف معناه ولكنني لا أستطيع. وتسأل ثالثا يبكي عند سماع القرآن أو عند قراءته، وقد يقرأ قراءة صحيحة بالتجويد كما نقرأ نحن أو كما يقرأ العربي الذي تعلم علم التجويد، ويقرأ قراءة صحيحة ولكن لا يعرف معاني الآيات ولا معاني الكلمات ولا ما يتعلق بها من أسباب نزول أو ناسخ ومنسوخ، إنما يقرأ ويتأثر. فإذا ما سألته عن سبب تأثره وعن سبب بكائه يقول لك لا أدري لا أعلم. هذا التأثر لا يدري له سببا. ولذلك الذي يقول لأنني أقرأ كلام الله هذا يعني ذكر سببا. القرآن الكريم أشار إلى هذا النوع من وجوه الإعجاز. يقول الله تعالى:
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بأن منهم أي من النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وليس البحث في هذه الآية إنما البحث فيما يأتي بعدها. وإذا سمعوا والضمير في سمعوا يعود إلى القساوسة والرهبان أو يعود إلى القسيسين والرهبان. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي إذا سمعوا القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بمجرد سماع القرآن تأثروا فانهمرت أعينهم بالدمع وآمنوا أعلنوا إسلامهم. وأنت لو أردت أن تحصي من أسلم بسبب سماعه القرآن لصعب عليك ذلك، سواء كان هذا في عصرنا أم قبل عصرنا، أم لو أنك أردت أن تحصي من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصعب عليك ذلك. فكثير من الناس أسلموا بسبب سماعهم، بسبب مجرد سماعهم للقرآن الكريم. وكنا نسمع ونحن في الجامعة أو في المعهد أن بعض القراء من مصر كالشيخ عبد البسط عبد الصمد وهذا يعني مشهور في بعض الدول وغيره من القراء، هناك بعض القراء اشتهروا في بعض الدول، يعني تذهب إلى دولة ترى يعني أشرطة هذا القارئ في كل مكان، في المساجد، في البيوت، في مدارس، مصانع، فاشتهر عندهم، وآخر يشتهر في مكان آخر. وربما سمعتم أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قد قرأ القرآن في البيت الأبيض الأمريكي، كان يذهب إلى أوروبا فيقرأ في جمع غفير من الناس ويجلس أناس مختلفون في معتقداتهم وفي دياناتهم، فمنهم يهود ونصارى وبوذيون وسيخ وهندوس وشيوعيون، ويقرأ مثلا ساعة، وغالبا كان يقرأ من سورة مريم. يعني سمعت بعض الأشرطة لهؤلاء في مثل هذه الاجتماعات، فكان يعني دائما أسمع أنه يقرأ من أول سورة مريم، والجميع في صمت والحاضرون في سكون تام. وفي أثناء القراءة يحكي بعضهم فيقول يتأثر كثير منهم، يتأثرون ويبدو الأثر على وجوههم، وبعضهم يبكي. وفي النهاية بعدما ينتهي من القراءة يقوم عدد كبير من الحاضرين ليعلن إسلامه وليعلن تبعيته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا نموذج من نماذج التأثر بالقرآن بسماعه أو حتى بقراءته. أحيانا ترى بعض الناس عندما يقرأ القرآن تراه كأنه قد يعني قد يحمل شيئا ضخما أو ينتفض في أثناء قراءته، كأن واحدا يحركه من داخله ومن خارجه وهو يقرأ القرآن. فإذا ما قرأ كلاما عاديا لا ترى هذا المظهر عليه. والله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سأكتفي بهذا القدر من وجوه الإعجاز وله بقية إن شاء الله تعالى. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أيها الإخوة الكرام، سبقت مقدمة يسيرة مختصرة حول سورة النور، فعرفنا سبب تسميتها وعرفنا أنها سورة مدنية اشتملت على كثير من الأحكام، وعرفنا أيضا بعض مقاصدها
وعرفنا أن لها صلة بينها وبين السورة التي قبلها وهي سورة المؤمنون. وفي سورة المؤمنون في أواخرها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أحسب الإنسان أنه خلق هكذا في هذه الدنيا هملا بلا نظام يحكمه وبلا تشريع يسير عليه وبلا حدود ينبغي أن يقف عندها؟ إن الإنسان لم يخلق هكذا هملا، إنما خلق لغاية، وهذه الغاية هي طاعة الله عز وجل وعبادته، وبينت له كيفية الطاعة وكيفية العبادة، وهذه الكيفية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما بين له الحلال والحرام، فعليه أن يقف على حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يأتمر بما أمر به الله عز وجل، وأن ينتهي عما نهى عنه الله تبارك وتعالى. ثم تأتي سورة النور بعد ذلك لتوضح وتبين بعض هذه التشريعات وبعض هذه الأحكام وبعض هذه الحدود التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها، السورة كلمة تطلق على الشيء الشريف وعلى الشيء ذي المنزلة العالية والمكانة الرفيعة، سورة. وكلمة سورة إذا أطلقت هكذا تنصرف إلى إحدى صور القرآن الكريم، ويتعلق بها بعض الكلمات، منها مثلا صورة بالصاد، وثورة بالثاء، وثورة بالسين، هذه كلها كلمات تختلف معانيها. ثورة بالثاء معناها غضبة جماعية، يعني قام الناس جميعا بغضبة، فهذه يطلق عليها ثورة، فالثورة بالثاء غضبة جماعية. أما ثورة بالسين فهي غضبة فردية، يعني واحد قام بانقلاب، أو واحد مثلا غضب وأراد أن يحدث تغييرا قام وحده، فهذه يطلق عليها ثورة. أما صورة بالصاد فصورة الشيء حقيقته، هذه صورة كذا، هذه صورة كذا، هذه صورة مسجد مثلا في مكان كذا، هذه صورة شجرة في منطقة كذا، إلى غير ذلك. أما سورة بالسين فهذه تطلق على إحدى صور القرآن الكريم، وسبحان الله، يعني الأسماء المتعلقة بالقرآن كأنها اختصت به، بحيث لو سمعت كلمة تنصرف إلى كتاب الله تبارك وتعالى، كلمة آية مثلا، آية، صورة، جزء، حزب، إلى غير ذلك، ربع، فهذه الكلمات إذا ما سمعتها يأتي في ذهنك القرآن الكريم. سورة أنزلناها، أي هذه سورة أنزلناها. وأحيانا الأمور اللغوية يحتاج إليها لبيان معاني الآيات، وسيأتي لكن في السنة الثانية في علم التفسير العلوم التي لا بد منها للمفسر، وقد ذكر أهل العلم علوم اللغة، فعلوم اللغة في مقدمة العلوم التي لا بد منها للمفسر، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وعليه لا نستطيع فهم القرآن فهما صحيحا سليما بعيدا عن الزلل والشطط وبعيدا عن الإفراط والتفريط إلا إذا كنا نفهم اللسان العربي. فسورة قيل هي مبتدأ أو خبر، فإذا كانت خبرا فالتقدير هذه سورة، إذا كانت خبرا فالتقدير هذه سورة أنزلناها. وهذا شائع
إذا قلت مثلا كتاب جميل أي هذا كتاب جميل، أو إذا ذكرت مثلا عنوانا فالمبتدأ مقدر والعنوان هو الخبر. وقيل صورة مبتدأ والخبر مفهوم من السياق أي فيما يتلى عليك صورة، فيما يتلى عليك صورة. وصورة نكرة، ومعلوم أنه لا يبتدأ بالنكرة، وإذا كانت مبتدأ فإنما صارت كذلك لأنها وصفت بقوله تعالى أنزلناها، صورة أنزلناها أي هذه صورة أنزلناها، أو فيما يتلى عليك صورة أنزلناها. هذا على قراءة الرفع. وقرأ بعضهم في قراءة شاذة صورة أنزلناها، لكن هذه تعرف العلم، لا يقرأ بها في الصلاة ولا في المصحف. صورة أنزلناها، والمعنى أتلو صورة. قرأ بعض التابعين بل قرأ الحسن وغيره صورة أنزلناها، أتلو صورة، أو من باب الاشتغال. هذا الكلام قد تقرأه في تفسير، من باب الاشتغال صورة أنزلناها، كما في قوله تعالى والأرض مددناها. والاشتغال هو أن يأتي اسم منصوب ويأتي بعده فعل يعمل في ضمير الاسم المنصوب. يعني مثلا إذا قلت محمدا أكرمته، محمدا أكرمته، الهاء هنا تعود إلى من؟ إلى محمد. قال بعض أهل العلم إن المعنى أكرمت محمدا أكرمته، إذن هنا فعلان أكرم، فاستغني بالثاني عن الأول وانشغل هذا الفعل الثاني بضمير الاسم المنصوب الذي سبق. هذا في علم النحو ما يسمى بباب الاشتغال. وزي أحيانا تقرأ في بعض الكتب اللغوية أو التفاسير اللغوية صورة على الاشتغال، إذن أنت تحتاج إلى معرفة الاشتغال، وتحتاج إلى معرفة تعريف الاشتغال إلى أو أحوال أو صور الاشتغال. صورة أنزلناها وفرضناها، الضمير في أنزلناها هذا ضمير عظمة، وضمير العظمة له فائدة يدل على أن ما بعده أمر عظيم لا يقدر عليه إلا الله العظيم. أنزلناها ليدل على أن هذه الأحكام التي جاءت في هذه الصورة أحكام عظيمة، أحكام ينبغي أن يعيها كل مسلم. صورة أنزلناها وفرضناها، وهذه الصورة اشتملت على أمور عظام، فقلب الصورة أو الموضوع الرئيسي فيها هو ما يتعلق بحادثة الإفك. ولكنك لو تأملت سترى أن الصورة من أولها إلى آخرها تصب في هذه القضية كما سبق أن عرفنا. يقول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. فهنا هذه الصور، هذه الآيات تتحدث عن حادثة الإفك، ما قبل الآيات وما بعدها يصب في نفس القضية، فكأنك ترى مقدمة وترى تمهيدا وترى قلبا للموضوع وترى تذييلا كلاما يتعلق بنفس القضية. كما إذا ما ألقيت محاضرة أو خطبت خطبة في الناس، هذه الخطبة لها مقدمة والمقدمة واحدة، وربما يكون لها تمهيد وقلب وخاتمة، فلابد من تقسيم مقدمة تمهيد قلب خاتمة. والقلب عبارة عن عناصر، ولا يلزم في الخطبة أن تقول العنصر الأول الثاني الثالث، إنما أنت تتكلم وتصل الكلام بعضه ببعض. ولا يلزم أيضا أن تقول أما بعد ثم أما بعد وتكرر هذه الجملة، لأنك إذا قلت ثم أما بعد ثم أما بعد فكأنك قد جعلت الخطبة اشتملت على أكثر من مقدمة وهي مقدمة واحدة. وفي الغالب الخطبة لا يكون فيها تمهيد، إنما المقدمة
وهي إما عامة وإما خاصة، ثم تدخل في الموضوع مباشرة. وهذا الموضوع أي قلب الموضوع له شروط وله أسس، ثم تأتي بالخاتمة. فهذه الصورة لو أنك قرأتها سترى كل آية فيها كأنها تسلمك للتي بعدها، كل آية ترى كل آية تسلمك للتي بعدها، وهكذا إلى ختام الصورة. سبحان الله. ولذلك يعني المتأمل والذي يعي مدلولات الألفاظ ومعاني الكلمات ويقرأ في هذه الصورة أو في غيرها من الصور، يعني ليس الأمر مقصورا على هذه الصورة فقط، بل كل صورة في القرآن إذا قرأت آية فيها تراها كأنها تسلمك للتي بعدها، بحيث لا تتقدم آية على آية، ولا تتقدم صورة على صورة، ولا تتأخر آية عن آية. فهنا صورة أنزلناها وفرضناها، وفرضناها أي أوجبنا العمل بما فيها، أوجبنا السير على ما اشتملت عليه من تشريعات والوقوف على ما تضمنته من حدود. سورة أنزلناها وفرضناها، وقرأ أيضا وفرضناها، وهذه قراءة سبعية. سورة أنزلناها وفرضناها وقرأ وفرضناها، وقيل المعنى وفرضناها أي نجمناها، أي نزلت منجمة من الفرض وهو القطع. ومسألة التنجيم هذا من علوم القرآن أيضا، نزول القرآن الكريم منجما، وهذا له أسباب وله فوائد كثيرة، ربما يأتي الحديث عنها إذا كان هناك وقت بعد ذلك. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وأنزلنا فيها أي في الصورة. هناك رأي يقول إن صورة على النصب منصوبة على الحال، منصوبة على الحال، وعليه المعنى. سورة أنزلناها، الضمير في أنزلناها هذا الضمير يعود إلى الأحكام التي اشتملت عليها الصورة، أي أنزلنا هذه الأحكام في حال كونها صورة، أنزلنا هذه الأحكام، وهذه الأحكام أصبحت أمامك ويطلق عليها صورة النور. إذن هذه الصورة اشتملت على أحكام وعلى تشريعات وعلى أمور لو أنها طبقت في مجتمع من المجتمعات لتغيرت حاله، لو طبقت في مجتمع كما سترى. واقرأ وتأمل، يعني عود إلى بيتك واقرأ هذه الصورة وتأمل ما اشتملت عليه من أحكام وتشريعات، وانظر لو أن هذه الأحكام مطبقة في أي مجتمع من المجتمعات، والله ما رأيت فيه مشكلة ولا رأيت فيه معضلة، بل رأيت المجتمع قد تغير رأسا على عقب، تغييرا كاملا في كل شيء، في سلوكه وفي أفعاله وفي أقواله. وهذه صورة واحدة من صور كتاب الله عز وجل. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. مثلا فيها حديث عن آداب الاستئذان، عن آداب الاستئذان، وفيها حديث أيضا عن استئذان الأطفال، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. أحد الناس قال لي مرة وكان يتاجر في العملة، قال أنه كان يسكن في بيته في الطابق الثاني وينام على سرير وحده، ثم ذهب وكان رجلا كبيرا في السن، فجاء رجل ليغير عملة، يغير دولارا إلى جنيه أو العكس، فطرق باب البيت فلم يرد أحد، فدفع الباب فانفتح الباب، فأخذ ينادي فلم يرد أحد، فصعد السلم فأخذ ينادي فلم يرد أحد، فأخذ يبحث فرأى صاحب البيت الذي هو العملة نائما على سرير، فقال يا أبا فلان قم وغير لي كذا. فتشاجر، من الذي أدخلك هنا؟ لماذا؟ كيف دخلت؟ هذا لا يعرف آداب الاستئذان. لو أنه عرف أداب الاستئذان ما فعل هكذا، يطلق الباب، إذا لم يرد أحد خلاص لا يدخل.
فبسبب مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى تحدث المشكلات. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها، فيها أي في الصورة، على أن الضمير يعود إلى الصورة، آيات، والآيات جمع آية، بينات، والآية هي الجزء من الصورة من القرآن الكريم. والآية تشتمل على أحكام وتشتمل على تشريعات، آيات بينات أي واضحات ظاهرات محكمات، لأن الشيء الواضح البين الظاهر يطلق عليه محكم، أما الشيء الذي يحتمل أوجها أو الشيء الذي فيه مثلا ما يسمى بالتأويل، أن هناك فرقا بين التأويل والتفسير، فهذا يسمى المتشابه، أو ما يتعلق بصفات الله عز وجل وبعلامات الساعة فهذا يطلق عليه المتشابه. فهناك من علوم القرآن المحكم والمتشابه. المحكم أي الآيات الواضحة البينة الظاهرة التي بحيث لو أنك قرأتها يمكن أن تخرج منها بفائدة، مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا لا يحتاج إلى توضيح وإلى بيان، إنما يحتاج إلى مثلا استتمام من السنة، يعني مثلا الزاني غير المحصن أي غير المتزوج يجلد 100 جلدة وفي السنة ويغرب عاما، ثم على ذلك ستسأل مثلا ما المراد بالزنا وما أقسم الزاني المحصن والزاني غير المحصن وإلى غير ذلك. إنما لو قرأت هذه الجملة من الآية لا شك أنك ستخرج بفائدة وستخرج بحكم معلوم، حتى وإن كنت لم تقرأ تفسيرا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني لا يفهم أنه سيجلد 50 جلدة ولا 200 جلدة مثلا. إذن هذا واضح، وهذا ما يسمى بالمحكم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني معظم الآيات في القرآن محكمة، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد يأتي حديث عن المحكم المتشابه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. هنا سأقف عند هذه الآية، سورة أنزلناها وفرضناها، أي أنزلها الله عز وجل، نزل بها جبريل عليه السلام، وفرضناها أي أوجبنا العمل بها وبما فيها، وأوجبنا طاعة ما فيها من أحكام ومن تشريعات. وأنزلنا فيها أي في السورة آيات بينات، والآيات جمع آية، والآيات هي جزء من الصورة من القرآن الكريم، وكثير من الآيات تشتمل على أحكام وتشريعات كهذه الصورة. وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون تأخذون العظة والعبرة. ولو قرأ أحد هذه الصورة لا يمكن أبدا أن يخرج منها بدون عظة وعبرة، فما قرأ أحد هذه الصورة من أولها إلى آخرها إلا وخرج بعظات وعبر كثيرة. وأنت افعل هذا، عود إلى بيتك الليلة واقرأ هذه الصورة متأملا ناظرا مدققا واعيا كلمات هذه الصورة. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.